موجودة في معدل أعمار منخفض لدى فريق بروسيا دورتموند. شفنا ضعف في اللياقة البدنية لفريق بايرن ميونخ، إجهاد ظهر عليهم، مساحات موجودة في الخط الخلفي هو خط الدفاع. كمان شفنا يعني بشكل غريب جدا ان فريق بروسيا دورتموند هو بيتألق، يعني فريق بروسيا بيتألق. وكمان يعني موجود معانا على التليفون واحد من نجوم التحليل اللي هيتكلم معانا اكتر عن مباراة بايرن وبروسيا دورتموند، وكمان هيتكلم معانا على اليوم اللي مليء باحداث قروية كبيرة جدا، كابتن هيثم فروه. كابتن هيثم ازي حضرتك؟ السلام عليكم عمر، ازيك؟ سعيد انا كنت موجود معاك وبسلم على كل الساده اللي بتابعونا. كابتن هيثم، اكيد يعني بنتكلم على مباراه بروسيا دورتموند وبنتكلم على مباراه بايرن ميونخ، وقلنا ان معدل الاعمار لفريق بايرن ميونخ خلاص يعني في تقدم، وبالتالي بدا عليهم علامات يعني زي ما بنقول الشيخوخه في كره القدم. معدل اعمار فريق بروسيا دورتموند صغيرين في السن، وبالتالي تعبوا فريق بايرن ميونخ، وفي الاخر فريق بروسيا بيتفوق على البايرن وبيزيد الفارق الى 7 نقاط. راي حضرتك في المباراه؟ مباراه جميله، مباراه ممتعه، تليق انها تكون قمه الدوري الالماني بالنسبه كلاسيكو بمعنى الكلمه. عارفين ان في مباريات كده في دوريات معينه صعب انها تتفوت وصعب انها ما تخرجش بمستوى مميز. والحقيقه اللي ما شاهدش المباراه اللي كانت على سيرنا هجوم بارك بالامس فاتوا كتير، لان زي ما انت قلت عمر بالظبط كده. فريق بروسيا دورتموند كده طول اعد العده وجهز نفسه ان هو يتوج على قمه الكره الالمانيه هذا الموسم. 6 سنوات من احتكار الفريق البافاري بايرن ميونخ، اول ما جه بيب جوارديولا وبعدين جه كارلو انشيلوتي وبعد كده يوتهايم وحاليا كوفاتش، ولكن اجد ان بروسيا دورتموند بالفعل معد ان هو يكون بطل بوندسليجا هذا الموسم. زي ما انت عارف الفريق بروسيا دورتموند مر مراحل تخبط الموسم اللي فات، لان بعد مراحل توخيل جه بيتر بوس مدير فني هولندي، ورغم البدايه الجيده الموسم الماضي والانتصارات في الاسابيع الاولى، حتى ان هو محتاج لم تحتاج شباك الفريق لان بعد كده ابتدى نزيف النقاط. راح على بيتر بوس الهولندي وجاء بيتر شتوجر النمساوي. تمام. وانا في وجهه نظري ان هو اعاد الثقه نوعا ما للفريق، ولكن مش عروض بروسيا دورتموند ولا امكانياته. فريق بروسيا دورتموند من اكثر الفرق اللي فقدت لعيبه في الفترات الاخيره. يعني اخر 3 4 سنين هتجد ان لعيبه سؤال جدا مشوا من عند بروسيا دورتموند، راح جوزيا لبايرن ميونخ ورجع تاني، راح المختيان للبريمير ليج لمانشستر يونايتد وحاليا ارسنال، راح اوباميانج للارسنال. ولو حبيت في الانديه الاوروبيه الكبيره هتلاقي على الاقل فيها لعيب مر على بروسيا دورتموند. في يناير اللي فات باعوا 2 لعيبه، باعوا اوباميانج لارسنال، مظبوط، وباعوا باترا الاسباني لفريق بيتر. تمام. المبلغ ده 65 مليون يورو عدوا العده ان هم يشتروا بيه لعيبه تتم فيه ده. واهم صفقه في وجهه نظري عملوها ان هم جابوا المدير الفني لوسيان فابر، مدير فني سويسري خبرات كبيره طبعا في الدوري السويسري والدوري الالماني، والسنه اللي فاتت كان مع فريق نيت في فرنسا وشفنا عمل معاه نتائج عامله ازاي، وابتدوا يجيبوا لعيبه. حكمه اداره بروسيا دورتموند ان هم جابوا لعيبه بيستغلوها، بمعنى في سنه من السنوات اي سي ميلان راح جاب 10 15 لاعب ولكن لم يستفد من هؤلاء اللاعب. ممكن تجيب 20 لعيب وتبص تلاقي ناس القدام هي اللي بتلعب او الجداد مستواهم لا يؤهلهم، رغم ان انت عملت احلال وتجديد في الفريق. حصلت مره مع مانشستر يونايتد، حصلت مره مع تشيلسي، ولكن الحقيقه بروسيا دورتموند جاب لعيبه في الصميم. عنده اللاعب في كل مركز تقريبا لاعبين او ثلاثه، وقدر يبدا بدايه ممتازه 15 مباراة بدون أي هزيمة في كل البطولات إلى أن هزم من أيام قليلة في الشامبيونز ليج أمام أتلتيكو مدريد، أعتقد دي هزيمة مش هتأثر على صعوده للدور الثاني. ولكن شفنا إزاي الفريق عنده معدل أعمار صغيرة، عنده سانشو اللاعب الإنجليزي القنبلة 15 سنة، ده هيبقى في الأعوام القادمة الدنيا كلها هتتكلم عنه. عنده مستمر مايكل رويس فيرجيا، عنده لاعب كريستيان كوليتش اللاعب الامريكي
شايف يا كابتن هيثم ان باكو الكافير واحد من اللعيبه اللي ممكن برشلونه يندم عليها؟ ديفندر البلجيكي من الدوري الصيني جاب اكتر من لاعب من الانديه الاخرى من زي برينن ستوبر زي بولوف وزي لارسن، وقدر الحقيقه لوسيان فافر ان هو لهم مشوار فاز، ويكفي ان هو حتى الان فارق 7 نقاط عن فريق بايرن ميونخ الحامل اللقب، واللي هو طبعا اقوى فريق في المانيا والفريق القادر على المنافسه على كل البطولات في جميع انحاء العالم. ويكفي تاريخ بايرن ميونخ، ويكفي ان هو النادي اللي فاز بكل البطولات اللي كان يمكن ان هو يشترك فيها، لكن حتى الان بروسيا دورتموند هو الاقوى. شايف يا كابتن هيثم ان باكو الكافير واحد من اللعيبه اللي ممكن برشلونه يندم عليها في الفتره القادمه؟ الواحده الفريق الوحيد الذي لم يهزم في البوندو ليجا يا كابتن هيثم، بتدينا مؤشرات. الو كابتن هيثم؟ طيب واضح. ايوه بقول لحضرتك يا كابتن، كان في حضرتك شايف ان باكو الكافير واحد من اللعيبه اللي ممكن برشلونه يندم عليها في الفتره القادمه، واحد من المهاجمين اللي بيتالقوا مع فريق بروسيا دورتموند، وكمان بروسيا دورتموند بيفكر ان هو يفعل خيار شراء اللاعب قبل ما حتى يكمل نص الموسم. الحقيقه باكو الكافير عامل معجزه، بمعنى كلمه معجزه، يعني تقدر تقول ان هو روجيه من العصر الحالي. كل ما ينزل طيب واضح ان الخط بيروح وبيجي وفي مشاكل في الاتصال مع كابتن هيثم فاروق، لكن كنا بنتكلم على واحد من رؤوس الحربة المميزين جدا في الفترة الحالية، واحد من رؤوس الحربة اللي برشلونة كان بروسيا دورتموند تعاقد معاها، وكان في بند تفعيل خيار الشراء لو بروسيا دورتموند حب، على حسب اللاعب ما يتألق أو على حسب مستوى اللاعب مع فريق بروسيا، وبالتالي اللاعب يتألق بيحرز في كل مباراة بيشارك فيها، وبالتالي شفنا باكو الكافير بيحرز هدف الفوز لفريق بروسيا دورتموند في المباراة اللي أقيمت أمس أمام فريق بايرن ميونخ في ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل فريق بروسيا دورتموند، وبالتالي بروسيا بيوسع الفارق ما بينه وما بين فريق بايرن 7 نقاط. نروح سريعا إلى الدوري الإنجليزي قبل ما نخش على إسبانيا ونخش على يعني الأخبار اللي موجودة في الدوري الإسباني. الدوري الإنجليزي أقيمت 4 مباريات اليوم. طيب كابتن هيثم بيرجع لينا من جديد. يا كابتن هيثم. أيوة عمر. كنا بنتكلم على باكو الكافير، وحضرتك قلت إن هو عمل معجزة وإن هو روجيه ميلا العصر الحالي. فكلمني بقى اكثر عن باكو الكافير، وهل برشلونه ممكن يندم على صفقه زي دي؟ اولا بالنسبه للشق الثاني من السؤال بتاعك، ما اعتقدش برشلونه هيندم. ليه؟ لان هو عرف، وممكن برشلونه يرجعه في اي وقت. بس يا كابتن في تفعيل او في بند بروسيا دورتموند ممكن يحق ليه ان هو يشتري اللاعب في اي وقت، وده اللي بروسيا بدا ان هو يتحرك من خلاله، ان هو عايز يشتري اللاعب علشان يضمن ان هو يكون موجود في فريق بروسيا بشكل اساسي. صحيح، ولكن ما تنساش ان برشلونه عنده لويس سواريز، ولو قارنت لويس سواريز في كفه وباكو الكافير في كفه فاكيد كفة طبعا طبعا هي اللي هتكون الارجح، ولكن شيء جميل ان هو يخرج بره ويحتك بدوريات ثانيه وانديه اخرى عشان يكتسب الثقه، عشان يكتسب مهاره تسجيل اهداف. هو لعيب ممتاز، ويكفي ان لويس سواريز ضمه للمنتخب. مظبوط. لكن لما تتكلم عن لاعب مسجل 8 اهداف منهم 7 اهداف كبديل، يعني كل ما يشترك طبعا اقل عدد من الاهداف. النقطه اللي جايه حولها لك دي بقى، دي تعتبر معجزه بكل المقاييس. هو مسجل 8 اهداف من 9 تسديدات على المرمى، يعني متخيل هو سدد 9 تسديدات على المرمى جاب منهم 8 اهداف، فده طبعا نسبه كبيره جدا، يعني بنتكلم على اكثر من 90% بالظبط. يعني نسبته تقريبا كل تصويب على المرمى في التارجت بين القائمين العرضه هتخش جون، صح، والجون مش هيعرف يتعامل معاها، فده يدل على ان احنا امام مهاجم كبير، مهاجم خطير. ويكفي ان هو نادي المباراه امبارح نتيجه 2-1 لبايرن ميونخ قلب المباراه، صح، ممكن يسجل اكتر من هدف، وفي كره بوتنج انقذها من على خط المرمى، صح، الكره راح بيها انفراد بيلعبها بشكل رائع جدا من فوق مانو نومر. فالحقيقه مستواه مميز ومستواه رائع، ويمكن ده خير تعويض عن رحيل اوباميانج للارض. كابتن هيثم، ليفربول وفوز مهم جدا على فريق فولهام، ومحمد صلاح بيكمل سلسله تسجيل اهداف ضد الفرق
اللي صعد حديثا الى الدوري الانجليزي. هل وجود شاكيري مع فريق ليفربول فرق عن مباراه ريد ستار بلجراد بعد ايضا اصابه تشامبرلين اللي كانت واحده من اسباب تدهور الشق الهجومي في منتصف ملعب فريق ليفربول؟ صحيح شاكيري بيقدم مستويات ممتازه، وانت اديت مثل رائع بان هو خير بديل لتشامبرلين اللي اصيب السنه اللي فاتت وما زالت اصابته مستمره، ومشاكل مع صلاح ثنائي متفاهم كويس جدا. النهارده يمكن يورجن كلوب عدل مركز صلاح نوعا ما، مظبوط مظبوط في القلب، واعتقد ليفربول منافس كبير جدا على البطوله بعد تعادل تشيلسي مع ايفرتون النهارده. انا شايف ان ممكن ليفربول ومانشستر سيتي هم اللي يستمروا في المنافسه للنهايه. بس انا عايز بس اشوف لك حل انت مع صلاح، لان انا صلاح كل ما احطه في الفانتزي كابتن ما يسجلش اداء. بس النهارده حط بص الاقيه يسجل، فهو انا تعبت نفسيا اخسر القطعه على الفاضي. لا يا كابتن، انت توكل على الله وخليك كابتن عضوي في الفانتزي، وكلنا ثقه في محمد صلاح. طيب يا كابتن هيثم، يعني مانشستر سيتي وفوز انا شايف ان هو طبيعي ومستحق على اليونايتد الغير مستقر. مورينيو يعني عنده بعض المشاكل اللي بيواجهها، لكن السيتي مستقر تكتيكيا وفنيا، عنده مدير فني على اعلى مستوى. لكن شايف السيتي او شايف اليونايتد يعني بعد الخساره هل ممكن يكون موجود في سباق الدوري، ولا خلاص اليونايتد كل شويه بيبعد اكتر فاكتر عن المنافسه؟ لا اضم صوت السيتي فعلا، اليونايتد كل مدى ما بيبعد فرق النقاط بيزداد، ونتائجه مع الفرق الكبيره مش جيده، وايضا بيرفع النقاط مع فرق صغيره. ممكن انت زي ما ليفربول كان بيعمل من السنين اللي فاتت، بيعمل ماتشات كبيره ونتائج كبيره مع الفرق البيج فور، وهو طبعا من البيج فور، وتلاقيه بيفقد نقاط مع فرق صغيره، فبص تلاقيه بيفقد البطوله. ممكن الوضع ده ينعكس ان انت تعمل نتائج غير جيده مع الفرق الكبيره، زي ارسنال كان ارسنال طبعا من الفرق الكبيره، يعني خسر من تشيلسي وخسر من مان سيتي، ولكن بعد كده بيقدر يكسب بره وجوه فبيعوض الفرق ده. انما مانشستر يونايتد ما تقدرش تتقيمه، يعني بيمشي على خط ويسيب خط، تبص تلاقيه يعمل عرض ممتاز فتتوقع الفوز، تبص تلاقيه عمل مباراه من اسوء ما توقعت. المباراه النهارده هيكون فيها مبدئيه هيكون فيها مقاومه بعد الفوز على اليوفي في تورينو، ولكن الحقيقه مانشستر قوي بدرجه تسمح له ان هو يسيطر على البريمير ليج، مش السنه دي بس، لسنوات وسنوات. وان كنت طبعا كمصري وكذا كل المصريين اتمنى ليفربول يفوز بالبريمير ليج عشان نضمن الدوري. قبل ما اسيب حضرتك عشان تتفرج على ماتش ريال مدريد وسالتا فيجو، اسالك على برشلونه وخساره برشلونه 4-3 من ريال بيتيس وعلى الكامب نو، وعلامات استفهام كبيره جدا وكتيره جدا حول المباراه والنتيجه. الاربع اهداف في مرمى برشلونه هي نتيجه كبيره. عايز اعرف حضرتك تفسير الاسباب الهزيمه وخساره برشلونه الكبيره، عوده ميسي، لكن هل تاثر برشلونه بغياب كوتينيو وايضا بعدم وجود عثمان ديمبلي على مقاعد البدلاء بعد ما تم عقابه بسبب تاخيره على المران الاخير، ولا الاسباب ايه يا كابتن عيسى؟ كل الاسباب اللي انت قلتها منطقيه وصحيحه. شيء متوقع من عثمان ديمبلي، يعني واحد جاي برشلونه عن طريق تمرد، كان بيلعب في بروسيا دورتموند، مظبوط، وبعدين حس ان برشلونه عايزه فقفل تليفوناته وساب النادي وقال لهم هروح برشلونه خلاص، مش حد تاني، فده نوع من انواع التمرد وللاسف نجح فيه، فشيء طبيعي ان هو يكون غير منضبط ويتمرد وهيعمل كده مع غير برشلونه ومع غير برشلونه، ولا اتوقع ان هو يرحل عن برشلونه. انا بتفق معاك، اتفق معاك يا كوتينيو مؤثر مهم جدا، ولكن ده مش عايزين نغسل حق فريق ريال بيتيس. طبعا تألقوا. اللي اعاد ليا الامل، انا حاسس ان ده منعش ولا لان صحابي في برشلونه من يوم ماتش 5 وهم زانقين عليا، بس انا مش عايز اتكلم معاهم، مستني ماتش سيركا فيجو برشلونه او ريال مدريد. بعد الماتش ان شاء الله هنطلق، فادعوا لي بس ان شاء الله ان اقدر اخد بطولي. لا ان شاء الله يا كابتن عيسى، عشان خاطر حضرتك الريال يكسب مفيش مشكله، يعني بشجع برشلونه بس مش مشكله يا كابتن عيسى. كابتن عيسى شرفتني ونورتني، وكنت موجود معايا اكيد تحليل رائع من حضرتك، واكيد بنستفيد منك مع وجود حضرتك معايا على قناه الاهلي، وهسيبك عشان تتفرج على ماتش الريال وبعد الماتش نتكلم يا كابتن.